كشف تقرير أثر الشركة السعودية للاستثمار الجريء الصادر عن إسهامها في تحقيق نسب نمو قياسية في جميع المؤشرات المتعلقة بالقطاع. وأوضح التقرير أن إجمالي استثمارات الشركة السعودية للاستثمار الجريء عبر جميع برامجها بلغ 1,226,000,000 ريال. للنقاش معنا عبر الهاتف الكاتب الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني. دكتور محمد، أهلا وسهلا بك معنا في نشرة النهار. حياك الله أخوي حسن وأخو مشاهدي. أهلا وسهلا. أكثر من 770% نمو حققته منظومة الاستثمار الجريء في المملكة، ما هي العوامل التي ساعدت في هذا النمو الضخم؟ طبعا بلا شك بيئة العمل في المملكة العربية السعودية بيئة جاذبة في كل المجالات، ومنها يعني الاستثمارات الجريئة في المشاريع الصغيرة اللي تمس العديد من الخدمات والسلع، وحقيقة هناك إقبال شديد عليها، لأن هناك يعني دعم حقيقي وبيئة مهيئة لنجاح مثل هذه الشركات، وهذا دليل واضح على يعني الارتفاع الكبير لنمو حجم مثل هذه الاستثمارات في رأس اللي هو رأس المال الجريء، وأيضا الملائكي سيكون يعني طرف مساعد أيضا في الدخول، وهذا سيحفز أخي حسن بأن يكون هناك عندنا شركات أكثر للاستثمار في المشاريع النوعية اللي تخدم اقتصاد المملكة، تخدم الطاقة، لأن هذا هدف رئيسي، وأيضا مستهدفات رؤية المملكة 2030. الارتفاع بهذا الشكل الكبير، يعني ما هي انعكاساته على المملكة؟ أول حاجة قبل أن نذكر الانعكاسات أخي حسن، هذا يعني دليل واضح على أن الاقتصاد السعودي حقيقة قاعد يحقق نجاحات بعيدا عن النفط، وهذا يعني انعكاس لنجاحات رؤية المملكة 2030، وأيضا تهيئة القطاعات ذات العلاقة، هذا في المقام الأول. أما الانعكاسات اللي ذكرتها سيكون حقيقة والحاجة حركة كبيرة جدا لتوجيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأيضا الاستثمار في هذا المجال، لأن الآن أثبتت نجاحها، فبالتالي ستجد هناك يعني التفات لهذا النوع من المشاريع النوعية، لأن حقيقة هذه لأنها ستحقق أرباح كبيرة للمستثمرين، ستحقق عوائد جيدة، وفي نفس الوقت ستجد الدعم اللازم من الحكومة، لأن هذه مستهدفات الاقتصاد السعودي الحديث الآن. فيما يخص التوسع محليا وعالميا للشركات الناشئة القابلة كذلك للنمو السريع، ما نسبة هذا النمو الذي قد تشهده؟ أنا في ظني ما دام حققت، تتكلم على 2018 التقرير اللي ذكره، يعني 2018-2021 تتكلم عن فقط 3 سنوات أو 4 سنوات، وهذه النسب المتقافزة هذا دليل واضح حقيقة إلى النمو المذهل اللي قاعدة تحققه مثل هذه المشاريع. ولا ننسى أخوي حسن أن هذه المشاريع ستكون أيضا جاذبة للاستثمارات الأجنبية، لأن هناك مستثمرين أجانب لديهم سيولة كبيرة جدا، ويبحثون حقيقة عن تلك الصناديق اللي تستثمر في المشاريع النوعية، وهذا يعني سيكون أيضا مصدر دخل رائع جدا للاقتصاد الوطني لدخول استثمارات أجنبية نوعية، وأيضا دخول عقول. لا ننسى أيضا دعوة سمو سيدي ولي العهد عندما دعا الحالمين بأن يأتوا إلى المملكة، فأتوقع أيضا ستكون هذه بيئة جاذبة للحالمين بأن يأتوا وأن يقدموا وأن يستفيدوا من الدعم الحكومي اللامحدود لمثل هذه المشروعات. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد القحطاني، وأنت الكاتب الاقتصادي، كنت معنا هاتفيا.